القوى السياسية هذه الأيام تعيش مرحلة وظرفا لا تحسد عليه، وهو نتاج طبيعي للأخطاء والجرائم التي ارتكبتها في مرحلتها دون أن تكترث أو تراجع ما كان يجري وما كانت أصوات تنادي به. اليوم القوى السياسية لم تحسن التعامل مع الأحداث ولم تقرأ الواقع كما هو. فعندما انطلقت التظاهرات في 1 تشرين كان يفترض على أقل تقدير أن تقرأ الصورة كما هي، ولكن الغرور والتعالي والنشوة جعل هذه القوى في مكان والشعب في مكان آخر، وهي ليست صورة جديدة نقرأها عن هذه القوى لأننا تعودنا عليها خلال 16 عام. وعندما حاولت هذه القوى أن تجد مدخلا أو مخرجا لحل هذه الأزمة راهنت على أن تبقي عادل عبد المهدي، وأعطته مدة 45 يوم، وقبل أن تنتهي هذه المدة أو بعد وثيقة الشرف بأيام أطيح بعادل عبد المهدي من قبل الثوار. اليوم تدخل في مرحلة أكثر حساسية، من هو بديل عبد المهدي؟ وبدأنا أيضا نفهم أنهم عادوا من جديد إلى نفس الأسطوانة المشروخة القديمة، لأنهم وفي رسالة ضمنية مفضوحة لا يريدون أن يخسروا منافعهم، وما زالوا يفكرون أن ممثل هذه المرحلة يجب أن يكون منهم، ويجب أن يكون مطيعاً، ويجب أن يكون مع القوى السياسية، ويجب أن يحافظ على العملية السياسية، وما زالوا يفكرون أنهم لابد من الحفاظ على هذه العملية من الانهيار. هسه احنا ما نقولكم حافظوا عليها، بس انت جاي تحافظ عليها اليوم من الشعب كله طلع. هاي السنوات اللي مرت عليك ما فكيت عينك، ما مارس السياسة انظر حولك، ما شفت الناس كاتلها الجوع، ما شفت العالم تغوث، ما شفت المقابر انترست، ما شفت النسوان تجدي بالشوارع، ما شفت الوليدات بدون عمل، ما شفت النسوان قام تطلع للشوارع تجيب قوتها. هسه اليوم صرت نادر وقلت تفكر بالعملية السياسية من الانهيار. اش كثر صرخنا، اش كثر سولفنا، اش قد الناس توسلت، ليش شعبكم يبكي بالفضائيات وهسه تتخاف على العملية السياسية أن تنهار؟ الشعب يقول لك أنا أريدك تنهار، وأنا وياك عندنا حد فاصل، والمشكلة لم تبقوا على مكان أو منطقة وسطى تلتقون بها مع الناس. شنو رئيس الوزراء تردون تجيبون اليوم أنتم من جديد؟ وما هي المعايير التي بموجبها تختارون رئيس الوزراء؟ وكيف تستطيعون أن تقنعوا الثوار وأمهات الشهداء وأبناء الشهداء الذين أعطوا دماء زكية على مذابح الحرية في سبيل حاكم يحكمهم نزيها لم ينتمي إليكم لا من قريب ولا من بعيد؟ هذا خطاب أردده نيابة عن المتظاهرين لأنهم رددوه من سنوات، ولذلك لا بد أن تكون هذه المرحلة متناسبة تماما مع مطالب الثوار.